في الفقره دي هنتوقف عند قصه تعاطف معها كتير من المصريين ورواد السوشيال ميديا، متعلقه ببنوته جميله، طالبه جميله في كليه الحاسبات والمعلومات في جامعه حلوان، اسمها ساره هشام. ساره حصل لها ازمه في الامتحانات، هي بتعاني من ظروف خاصه من محاربي السرطان، وما قدرتش توفق في بعض الامتحانات، فلما طلبت التأجيل تم منعها وتم عدم دخول الامتحانات، وبالتالي ده هيمثل لها مشكلة. احنا عرفنا ان المشكلة في طريقها للحل، بس احنا طبعا مستضيفينها عشان تقول برضو مشكلتها، وعشان نقولك احنا معاكي وفي حربك ضد السرطان وفخورين بإصرارك ومثابرتك. اهلا بك يا سارة، منورة. اهلا بحضرتك، نورتينا. نورك. انت في سنة كام؟ انا المفروض كنت ابقى رابعه، بس انا تانية مستمر، بس الماده اللي كنت امتحنها دي كانت هتخليني سنه ثالثه الترم اللي انا ما دخلتوش السنه دي. انت ما دخلتيش الترم كله؟ كان الترم ده انا ما دخلتوش عشان فصلت. هم فصلوكي اصلا عشان ما بتحضريش؟ لا، ده فصلوني علشان يعني الجي بي بتاعي ما اترفعش، معليش المعدل التراكمي بتاعي معليش، بسبب اللي انا كنت مسجله 4 مواد الترم الاول. فحصلت مشكله في ماده ان وكيله الكليه منعتني من دخولها. طب انت ما قدمتيش تقرير طبي؟ انت عندك يعني استاذ كيماوي او كده؟ ما كنتش مقدمه تقرير طبي اصلا قبلها، يعني انا كنت يعني عارفه ان شاء الله ربنا هيقدرني وكده واروح الامتحانات واحضر، وانا كنت رايحه عادي، بس وكيله الكليه اصلا منعتني. ليه؟ ما هو انا بقى يعني وهي طلعني من الامتحان وكده، انا كنت داخله من بوابه الكليه، نزلت على البدروم قدام لجنتي، فلقيت وكيله الكليه بتندهني، فقلت لها نعم، فقالت لي ما فيش امتحان واطلعي. فانا ساعتها استغربت جدا. ده عشان عدم الحضور؟ لا لا لا، اصلا لا، ده لما طلعت لها اصلا المكتب بعد الامتحان ما خلص، بعد ما رفضت ان انا امتحن، قالت لي انت طلعتك عشان ماشيه بالراحه، وانا قايله لها هو بتطلعني اصلا انا مريضه سرطان وجايه مع ذلك الامتحان، يعني عايزه ادخل امتحن. قالت لي الف سلامه بكل استهزاء، وطلعتني برده. قلت لها الماده دي هتاثر على المعدل التراكمي بتاعي، اثرت برده انها تطلعني. انا بجد حرفيا كنت يعني بتذلل قدامها. طيب ما فكرتيش بقى تجيبي تقرير طبي مثلا؟ لا، ما انا لما الامتحان خلص وطلعت وكده، قالت لي اعمل طلب اسمه انكمبليت، الماده تتحفظ للسنه الجايه باعمال السنه. فما طلعت قلت لها تاني يا دكتور، اصلا انا كان لازم امتحن كل المواد اللي انا مسجلها في الترم ده علشان المعدل التراكمي ان شاء الله يعلى وما تفصلش. قالت لي هو ده اللي انت تقدري تعمليه دلوقتي. فقلت لها انا ممكن ما ابقاش قاعده للسنه الجايه عشان امتحنها. قالت لي هو ده اللي المفروض تعمليه، فقمت عملته وخلاص، ما كانش في ايدي حاجه اعملها. انت كان عندك مشاكل صحيه الترم ده؟ يعني بقى لها اصلا سنه ونص في موضوع الكانسر. اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله. واقفه فين في مراحل العلاج؟ انا من ساعه اللي حصل ده وانا بروح المستشفى ولا بعمل اي حاجه، بجد دمرتني، ومش دمرتني لوحدي، دمرت يعني اهلي كلهم. كانوا بيقولوا لي روحي. هو ان شاء الله احنا مبشرك ان الموضوع في طريقه للحل، او ما كانش اتحل ان شاء الله اوريدي. يعني عندنا بعض التاكيدات ان شاء الله الموضوع هيتم تداركه، بس انت المفروض تقدمي تقرير طبي. ما انا قدمته، قدمته بقى خلاص. بعد يعني بعد ما رحت للعميد، قبل ما اروح للعميد انا بجد يعني. طب العميد قال لك ايه؟ هو انا لما رحت العميد كليه ولا رئيس الجامعه الدكتور سيد انديل؟ عميد الكليه. قال لك ايه؟ انا لما عملت طلب الانكمبليت ده علشان ماده تحفظ للسنه الجايه باعمال السنه، وكيله الكليه رفضته. اصلا ليه بقى؟ ما اعرفش. بس المفروض في تقرير. قلت لها ساعتها حضرتك عايزه التقرير الطبي او حاجه، انا ابقى اجيبه لك قبل كده، صور يعني اجيبهم لحضرتك كل الاوراق اللي معايا وكده وصورهم. قالت لا، قالت مش عايزه حاجه، انت اكتبي الطلب وخلاص. طيب بس احنا دلوقتي عندنا تصريحات بتقول انه رئيس الجامعه وانه العماده قالت انه خلاص الازمه يعني هتتحل، و وانك هتخش الامتحان. حد بلغك من ده؟ ما هو وصل لي الخبر ده من ناس اتواصلت مع الجامعه وكده، والحمد لله قالوا يعني الموضوع ان شاء الله ان انا همتحن الماده دي يعني، بس ما اعرفش امتى لسه. لسه مش ما اعرفش امتى. انت فاضل لك ماده واحده؟ انت كان عندك كان عندك كام ماده الترم ده؟ الترم اللي فات؟ اللي هو الترم ده، مش مشكله في الترم اللي فات ولا في الترم ده؟ هي مشكله الترم اللي فات. الترم اللي فات ما امتحنتش ماده، الماده دي اثرت على المعدل التراكمي بتاعي. فبالتالي فصلتني، فما خدتش مواد الترم ده. يعني انت كمان الترم الثاني. انا كان لسه فاضل لي اصلا في الكليه حوالي سنه ونص. عشان احنا مش فاهمين النظام قوي، فانت لما دخلتيش ماده واحده ده منعك بالدخول الترم الثاني. ايوه طبعا، عشان المعدل التراكمي بتاعي معليش بسبب الماده دي. الماده دي اصلا كانت ماده امتياز، نسبه النجاح فيها 100%، انا ما امتحنتهاش بسبب تعنت الوكيله يعني. الحمد لله. طيب.
طيب احنا عندنا تأكيدات بتقول ان شاء الله ان انت هتخش المادة، واحنا بنوجه نداء من برنامج 90 دقيقة لرئاسة جامعة حلوان وعمادة كلية الحاسبات والمعلومات، انه سارة هشام يعني عندها تحدي وظروف خاص، وهي البنت بتذاكري وشاطرة وكده صح؟ الحمد لله. جي بي اي بتاعك كام؟ قبل ما يتأثر. قبل ما يتأثر هو كده يعني لما امتحن المادة دي هيترفع لاتنين. اتنين انه لو نعيد جدولة الامتحانات تاني، طب هتعملي ايه في الترم التاني؟ الترم ضاع. بس ممكن تاخديه تاني يعني، ممكن ميلاد او جامعه. انا لسه فاضل لي لسه فاضل لي سنتين في الكليه كده بقى. بعد ما الترم ده هيخليني اقعد سنتين بقى كاملين بدل سنه ونص غير الترم ده. طب هل ممكن مواد الترم ده تترحل شويه في الصيف مثلا تمتحنيها او كده؟ مش عارفه والله، بس احنا عندنا السمر وكده بيبقى ما ينفعش اخد فيه كل المواد اللي انا اخدها. ما احنا بنشوف لو ممكن الكليه تعمل لك استثناء تقدري تمتحني الامتحانات اللي فاتتك. معلش احنا بنتكلم برضو بشكل انساني ونساعد سارة هشام، ناس تفاعلت كتير مع قصتها وبيطالبوا الجامعه ان تاخذ حالتها الصحيه في الاعتبار. ما تقلقيش ان شاء الله الموضوع هيتحل. احنا عندنا تاكيدات اوليه ان هو هيتحل. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك، نورتينا.